السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أسوي أكلة الكبسة، الكبسة الخليجية. هي إلها عدة طرق، بس أنا هالمرة رح أسوي بها الطريقة، ومرة تانية إن شاء الله بنسويها بغير طرق. هلأ هون أول شي عندي الرز البسمتي أو الرز الخاص بالكبسة، نقعته مي عادية من الحنفية، ده نقعه يعني شي نص ساعة، وحطيت له شوية ملح. هلأ نقعته، وهون في فروج عندي منظفته، خيسلته بالطحين والخل والليمون، وفركته طبعا بالسكينة، أحطه هيك بالسكينة ببقى في زغبر ناعم كمان شلته، يعني مغسول كتير كويس إن شاء الله. غسل إيدي. أما بالنسبة لبهارات الكبسة، هاي بهارات الكبسة أنا بشتريها جاهزة، بس مكوناتها بكتب لكم إياها بصندوق الوصف إن شاء الله. هاي بهارات الكبسة، وهي ملح، وهذا اللومي، الليمون المجفف، وعودة قرفة أو عودتين مثل ما بدكم انتو، ليمون عادي، نص ليمونة قسمتها بالنص، بصل كبيرة، هذا لسلق الفروج. هلا أول شي إن شاء الله بدي أسلق الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. هون مي سخنة، حطيت مي لبي ما غليت. هلا بدي أحط الفروج. بالنسبة للفروج، في ناس بتسويها فروج بالفروج، يعني في ناس بتسويها باللحمة الشقف بعظمة أو بلا عظمة، وفي ناس كمان بتسويها بالسمك. أنا هالمرة رح أسويها بالفروج. هلا بدي أحط البصلة، هي مشان الزنخة، انا ما عندي اصغر منها مشان هيك قشرت حطيتها. هي النص ليمونه مثل ما قلت لكم، عود القرفه، وهي الليمون المجفف اللي هو اللومي. انا قبل ما احطهم بس اورجيكم شلون ببخشهم انا بالشوكه اول هيك مشان الطعمه تبعتهم تطلع بقلب المي. شايفين شلون هيك؟ لازم نفتحهم بالشوكه او بالسكينه اللي بدكم اياها انتو. وهي ورق الغار، انا نسيت اذكركم اياه كمان، حط ورق الغار. وهلا مع مية السلق ونحن عم نسلق الفروج بحط بهارات الكبسة مشان الفروج ياخد من طعمة البهارات كمان. هلا البهارات، الشي العادي بنحط نص معلقة من كل البهارات اللي بنحضرها مع بعضها، بنخلطها مع بعضها وبنحط نص معلقة كبيرة طعام يعني، بس أنا بحط 3/4 المعلقة تقريبا، نحن بنحب بهاراته كتيرة، وانتو مثل ما بدكن. هلا بدي أتركن ينسلقوا وبعدين نرجع. خلص هلا بعلي الغاز بس لبي ما يغلو، وبوطي على الوسط وبغطيهم وبتركن ليستوي الفروج يستوي. هلا بالنسبة للهيل، ما حطيت انا هيل لاني ببهارات الكبسه في هيل وفي كبش قرنفل وبهار اسود وبهار ابيض، كلهم بدي اكتب لكم اياهم بصندوق الوصف ان شاء الله. هلا انسلق الفروج، طالعته هون عم بحط بطنجره ثانيه شويه زيت نباتي، يعني تقريبا كاسه زيت نباتي. هاي مرقه الفروج شايفينها، صفيتها بس عفت اللومي وعفت القرفة، خليها مع الرز تعطيها كتير طعمة طيبة. وهلأ هون هذا الزيت أنا حطيته مشان بدي أقلي الفروج، يعني هيك ياخد لون. هلأ هو أنا عندي مستوي بس على القالي بياخد لون وبيطلع طعمته كتير كمان طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك انا بدي اقليهم على الوجهين، يعني بس ياخذ لون هذا الوجه بقلبهم على الوجه الثاني، والنار متوسطه ما هي عاليه ولا هي واطيه. هلا هيك انا حمرت الفروج مثل ما انتم شايفين، انتوا اذا بدكم بتحمروه اكثر بس انا لا هيك حاشته. هلا باقي الخضره اللي عندي، هون انا
عندي باذنجان، جزر، بطاطا، فلفلة خضراء، في بندورة كمان بدي احطها، في بصل. بس هلا نبدا شغلة شغلة بعد الفروج. هلا بنفس الزيت اللي كنت انا عم بقلي فيه الفروج بحط الباذنجان. انا هيك مقطعتهم هيك تخان مثل ما انكم شايفين، وقشرتهم طرف وطرف، وبعلي النار على الاخير عشان ياخذوا لون بسرعه. بتعرفوا راسا مستوي هذا ما بيطول، اللي بده بستعمل هاي الخضره مع الكبسه، واللي بده ما بستعمله، واللي بده بحط الشيء اللي بيحبه حسب ما بدكم انتم بالكميه. كتروا بتقللوا مثل ما انتم بدكم. هلا هيك قليت الباذنجان، شايفين شلون لونه احلى. طبعا صفيته من الزيت لاني اول ما حطيت الباذنجان غب زيت، وانا هم حطيت كمان زيت، وهلا حطيت البطاطا كمان، بس كان بطاطاي هيك يعني مو كتير مثل الباذنجان. هلا البطاطا هيك شايفين صارت جاهزه كمان. مثل ما قلت لكم انتم بتريدوا تقللوا بتكتروا الخضره مثل ما بدكم. هلا بدي اقلي الجزر كمان. الجزر المقلي بيطلع منظوم، طعمته كتير كتير طيبه. انا ما بكتر لاني يعني عيلتي مي كبيره بكفي هيك، خاصه اذا كان بدنا نساويها للعزيمه وهيك زيناها مثل ما انا بدي اساوي بالبطاطا والباذنجان والجزر والخضره اللي نحن بنحبها، يطلع منظره وطعمته غير شكل. هاي الجزر كمان شايفين كمان لونه كتير حلو، والجزر ما بياخد وقت كتير. هلا بقى انا كمان بدي احط كم قرن فليفله، بس هيك بدي اقليهم هيك قليه بسيطه، يعني ما بدي اياهم يستووا، بدي اياهم بس ياخذوا لون. هلا كمان هاي الفليفله قليتها شايفين، وهلا بدي احط البصل. هاي بصل كبيره شايفين شو صرمتها بنحط كمان، بدي اقليها لتتكمل، يعني هيك بتاخذ لون وما بتنكن، يعني ما بتقرمش، بتضل لينه يعني تتكرمل. هلا بشوفوا شو هيك البصله حاشته. هلا في ناس بتريد اذا بدكم بتشيلوا شوي من البصله هيك بصحن، شوي بتصفوها طبعا من الزيت، تشيلوها بصحن شان تزينوا فيها تحطوها فوقها يعني بالاخير فوق الرز. انا لا، انا بخليها كلها بحطها بقلب الرز. هي معلقة مية فرنجي أو دبس بندورة تعطيها طعم كتير طيبة بالمرقة يعني مع الرز. بس هيك بحطها شوي تتقلى مع البصلة مشان تروح تيبيس منها، طعم التيبيس منها. هيك هلا حاشتها، بحط كمان هون بندوراي كبيرة مقشرة فرمتها، كمان تطلع كتير طعمتها طيبة. بندورة وحدة مو أكتر مع الرز تطلع كتير طعمتها طيبة. خليها شوي على النار هيك مع البصلة ومية فرنجي أو صلصة البندورة. هلأ هيك هاي الصلصة صارت جاهزة شايفين. ضروري نقشر البندورة مشان تدوب دوبان البندورة معنا ما تطلع لها قشرة. انا بدي اطبخ الكبسه بهي الطنجره. هون انا عيرت مي لكل كاسه رز كاسه ونص مي، انا معيرتها. هلا بدي اقلب هي الصلصه فوق المي. هلا خليها ترجع تغلي. انا ما قلت لكم انا ملحت الفروج وقت كان عم بنسلق ملحته مشان الفروج كمان يتملح. خليها لتغلي مشان نطب الرز. هون انا عندي هلا جاهز الجزر والباذنجان والبطاطا والفليفله، وهي الفروج كمان جاهز، وهي الرز خيسلته صولته وخسلته كتير كويس شايفين كمان صار جاهز. بدوق ملحه بدوقها، اذا بدها ملح بحط لها. في ناس هلا هون بتحط مكعب ماجي، في ناس ما بتحط، انا ما بحط، بكفي المرقه الفروج. هلا بنرجع. هلا هيك بعد ما المرقه صارت تغلي اطب الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما
ما قلت لكم هدول 4 كاسات رز. بسم الله. كل كاسة كاسة ونص مي او المرقة هاي. هيك. هلا بعد ما المرأة رجعت هون صارت تغلي، بعد ما طبيت الرز استناها لترجع تغلي مثل ما انكم شايفين. هلا بغطيها بورق سلوفان هيك واغطيها بالغطا، وبدي اغطي عليها النار على الاخير بحيث مثل الشمعتين. ما بنوطي النار غير بعد ما ترجع تغلي مثل ما شفتوا. شايفين شلون رز الكبسة صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ 25 دقيقة. هلا بقى على التقديم. شايفين شلون فلفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الكبسة الخليجية صارت جاهزة. شايفين الرز منظوم، ريحته وطعمته بتاخد العقل. شي كتير كتير فعلا طيب. ان شاء الله تعجبكم يا رب. شايفين منظر الفروج بشهي. وتابعوني على صفحتي بالفيسبوك ودعموني بلايك، وإذا عجبتكم الأكلة تعليق حلو مثلكم واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.